وانه مجلس الامن ده عباره عن مكتب ملوش اي 30 لازمه، وانه مصطفى الجدي الحاج احمد الزهر الله يرحمه احسن منه 100 مره. اكتب لي رايك في التعليقات، هل انت مع الجزائر وفلسطين ان هم يعيدوا الكره تاني في الامم المتحده، ولا ننفض الامم المتحده ونركز مع المقاومه المسلحه وحركه حماس؟ هتابع اراكم في التعليقات. بسم الله والحمد لله. اما بعد اعزائي المشاهدين الكوزينين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه مش حنينه من الكوزينة الجديدة. وكالعادة يا سادة احنا بنحب نجيب اخبار حلوة، لكن المرة دي الاخبار مش حلوة، بس احنا هنعتبرها اخبار حلوة، لانه المثل المصري بيقول لك العيار اللي ما بيصيبش يدوش. النهاردة حلقتنا عن مشروع القرار الجزائري في مجلس الامن لعضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة. عزيزي المشاغب، عاوز اقول لك انه من ساعة ما دخلت الجزائر الدورة دي في الامم المتحدة وهي واقفة لإسرائيل زي العجلة في الزور، وعاملة لهم زي العوة كده، كل شوية تطلع بقرار جديد تنكد عليهم، نازلة في الكيان الصوص سلخ، لدرجة ان هم لو يقدروا يدوا الجزائر دولة جنبيها علشان تسكت هيدوها. قرارات بشأن وقف اطلاق النار، وقرارات تانية بشأن وقف العدوان على غزة، وقرارات ثالثه بشان ادخال المساعدات لغزه، واخر حاجه القرار بتاع امبارح بتاع العضويه الكامله لفلسطين في الامم المتحده. طبعا مش كل القرارات بيقروها لا من اول مره ولا من ثاني مره، ولكن احنا هنا في مصر بنقول العيار اللي ما بيصيبش يدوش. يعني من الاخر الجزائر بتقول يا القرار يصيب ونعمل اللي احنا عاوزينه، يا اما نفضح الدول دي واللي بيحكموها قدام شعوبهم وقدام العالم. من اسبوع كده وانا اسمع ان الجزائر بتعد لي مشروع العضويه الكامله لفلسطين في الامم المتحده، وانا في قراره نفسي عارف انه القرار ده هينتهي بالفيتو البولدوج او البولشيت الامريكي. اللي حسبته لقيته وهو ده اللي حصل فعلا. القرار اللي كان المفروض علشان يمشي عاوزين موافقه 9 اعضاء فقط من 15، بشرط انه ما يترفضش بالفيتو. الجزائر بدل التسعه جمعت 12 عضو وافقوا على القرار، في 2 امتنعوا عن التصويت، سويسرا وبريطانيا، وطبعا مات القرار بالفيتو بتاع البولدوج او البولشيت الامريكي. طبعا الجزائر ما سكتتش وقالت سوف نعود اكثر قوه واكثر زخما، ودي ما هي الا خطوه اولى في رحله العضويه الكامله لفلسطين في الامم المتحده. زي ما قلت لكم وبقول وهقول على طول، الشعب الجزائري لا بيكل ولا بيمل، شعب ملوش حل. بعد البوجين دول جت الكلمه بتاع ممثل الكيان الصوص، قامت الجزائر وانسحب، جنب بعديها الوفد الروسي وانسحب. اما الخارجيه الصينيه فجالت معبر عن الحزن وخيبه الامل بسبب الفيتو الامريكي اللي حطم حلم الشعب الفلسطيني. طبعا رفض القرار ده بيدي 100 حج وحج لحماس في المقاومه المسلحه، وبيؤكد على المقوله الشهيره اللي بتقول انه ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، وانه مجلس الامن ده عباره عن مكتب ملوش اي 30 لازمه، وانه مصطفى الجدي الحاج احمد الزهر الله يرحمه احسن منه 100 مره. في النهايه طبعا شكر مندوب فلسطين في الامم المتحده الجزائر وكل الدول اللي وافقت على القرار. اما الكيان الصوص فطبعا ما خبوش فرحتهم بالفيتو الامريكي. كده هتبقى خلصت حلقتنا، اكتب لي رايك في التعليقات، هل انت مع الجزائر وفلسطين ان هم يعيدوا الكره تاني في الامم المتحده، ولا ننفض الامم المتحده ونركز مع المقاومه المسلحه وحركه حماس؟ هتابع اراكم في التعليقات. لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وتابعونا، هسيب لكم رابط صفحتنا الجديده على الفيسبوك في اول تعليق، تابعونا عشان نرجع تاني.